صباح الخير لكم مشاهدينا، احلى صباح بحلقه جديده نحن وياكم اليوم. بنوضع ساعتين ونص من الوقت لحتى نكون عم ننتقل من موضوع لتاني، نضيف لنا ولكم بين الحلقه المباشره والفقرات اللي رح تكون كمان مسجله مسبقا. بنتشارك نحن وياكم بفقرات ثابته مثل المطبخ اللي تعودتوا عليها ببرنامجنا، وفقرات متنوعه مع ضيوف من مختلف المجالات. نهار موفق حلو وايجابي بتمنى لكم اياه مع التحضيرات للعيد لختام هالسنه، على امل تحمل خير لكل واحد منا. بيا صباح الخير. صباح الخير لك، كيفك شادي؟ منيح. اهم شيء بختام هيدا هالسنه افضل حل انه نعمله هو انه نعطي قلبنا لله، لانه ربنا قال اعطوني قلبكم وهو بيتصرف. فهيك بركي بهيدا الزمن بزمن الميلاد هيك بنكون عم نساعد قدر المستطاع غيرنا وننقي قلوبنا قدر المستطاع حتى ما نفكر بالسيء بغيرنا. هيك دايما رح اعطي هيك فكره سريعه على ضيوفنا مين في معنا اليوم من فقرات. البدايه رح تكون مع امين عبد العال من غرفه التحكم المروري تنتعرف على حركه السير على الطرقات اللبنانيه. من بعدها بنرجع بنكون نحن وياكم مع دوري وغريس حداد بالفقره الرياضيه الصباحيه الثابته يلي بفيدونا فيها بحركات وتمارين رياضيه صباحيه ممكن تفيد صحتنا ولياقتنا البدنيه. مع ايضا بنتابع مع المهندس مارك وهيبه رئيس مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي تنتعرف اكثر على طقس الويك اند كيف رح يكون. ما بننسى الفقره الثابته مع زميل داني حرب يلي بيطلعنا من خلالها على اخر اخبار العالم الرياضي. اولى ضيوفنا لليوم رح يكون المهندس زياد الصايغ والدكتور احمد الرافعي عميد الجامعه اللبنانيه الفرنسيه حتى نحكي عن مشروع توليد طاقه متجدده على مجرى نهر ابو علي بطرابلس. منتابع ايضا مع ضيوفنا رح يكون معنا ميرا عمار عيتاني مختصه بعلوم الغذاء واستاذه جامعيه، وايضا رنا سماحات طالبه سنه ثانيه بالتغذيه، وميرا ادعيس طالبه سنه ثانيه ايضا بالتغذيه ولكن عن الفريق الفائز بالجائزه الاولى والثانيه عن افضل خبز من صنع طلاب النوتريشن. وايضا بضيوفنا لليوم رح يكون معنا الدكتور نهاوند القادري عيسى حتى نحكي عن الاعلام العربي ورهانات التغيير بظل التحولات. وايضا اليوم رح تكون معنا شيف نادين اسيس تنحضر نحن وياها ولكن بفقره مسجله سمكه حره، فكل الاشخاص اللي حابين يعرفوا كيف بحضروا السمكه الحره يتابعونا. والختام رح يكون مع ريان الهبر مؤلف موسيقي حتى نتناول مسرحيه استوديو النجوم. هيدا كانت فقراتنا باختصار لليوم الجمعة، ولكن البداية رح تكون مع غرفة التحكم المروري مع شادي. صحيح، لحتى نشوف شو أحوال الطرقات يعني بين فقراتنا المباشرة والمسجلة اليوم مع زميلتنا إيفا اللي بتشاركنا كمان تقديم هالحلقة بالفقرات المسجلة. بعدنا على الموعد مع المشاهدين وما فينا إلا ما نطلعكم على حال الطرقات مباشرة من غرفة التحكم المروري. أمين عبد العال صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يا ريت تطلعنا شوي على حال الطرقات على ابرز المعابر ببيروت بوسط العاصمه، تفضل. اكيد مثل العاده بنبدا بالمدخل الشمالي، عم نشوف حركه طبيعيه مبدئيا لناشطه على مدخل نفق نهر كلب باتجاه الريال الدبي، بنشوفها بتبلش من اخر الدبي تقريبا من اول النقاش، يعني حركه سير كثيفه باتجاه انطلياس. اكيد اليوم طريق بحرية عم نشوفها حركة طبيعية مبدئيا لناشطة، بتكفي عم نشوف انطلياس الساحة حركة كثيفة باتجاه الاوتوستراد، بتكفي حركة سير كثيفة باتجاه نهر الموت، نشوف اللي نازل من المتن السريع حركة سير كثيفة ايضا، بترجع بتصير حركة ناشطة من الدورة باتجاه الكارنتينا شارل الحلو صيفي، ترجع بتصير شوي بتصير كثيفة على مدخل الوسط التجاري. بالفاس ان الفيل عم شوف حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومي، ترجع بتصير حركة سير كثيفة من الصالومي باتجاه الحايك، بتكفي طبيعية باتجاه جسر الواضي، كمان ناشطة باتجاه الحطور وطبيعية باتجاه المكلس. بالنسبة للمدخل الجنوبي عم نشوف حركة سير ناشطة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا،
بكفي ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وناشطة من جسر الكولا باتجاه صائب سلام مرورا بنفق سليم سلام حتى الوسط التجاري. مدخل الشارع عم شوف حركة سير ناشطة من اليارزي باتجاه الصياد، بكفي كمان ناشطة من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا باستراد الرئيس لحود. جسر بيجو باتجاه الأشرفية عم شوف حركة سير كثيفة، جسر العدلية باتجاه الأشرفية أيضا حركة سير كثيفة، من العدلية باتجاه المتحف عم نشوف حركة طبيعية، وتكفي أيضا حركة طبيعية باتجاه البربير. من جدة عمر بيهم أسقص باتجاه بشار الخوري عم نشوف حركة سير كثيفة، من نفق الروم باتجاه الأشرفية عم نشوف حركة ناشطة على الإشارات باتجاه تبريز، رجع بتصير طبيعية مثل ما شايفين باتجاه برج الغزال. بتكفي من برج الغزال على جسر الرينج حتى برج المر، نشوف أيضا حركة طبيعية إلى ناشطة على مدخل الحمرة. كورنيش البحري عند المريسة عم نشوف حركة طبيعية باتجاه الروشي، وعم نشوفها شوي كثيفة باتجاه الأشرفية أو البحرية إذا بدنا، وأنا عم نشوف من الحمراء باتجاه الحمراء عم نشوف حركة ناشطة. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي بال 24 ساعة الماضية 959 محضر. بالنسبة لإحصاءات الحوادث تسجل عنا 13 حادث نتج عنهم قتيل و 13 جريح كفانا بقى. نرجع بنذكر للتواصل معنا بغرفة التحكم الاتصال على 1720، متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @DMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. هذا كل شيء. شكرا لك أمين عبد العال مباشرة من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا متابع نحن وياكم صبحيتنا محطة أساسية رياضية نترافق فيها ببداية كل حلقة مع دوري وغريس حداد، بنشوف شو محضرين بفتنس. صباح الخير عن جديد لكم متابعين بلقائنا الصباحي، وهلا رح نروح لعند المهندس مارك وهيبي رئيس مصلحه الارصاد الجويه لنتعرف اكثر على طقس الويك اند اذا في شتائي او لا. الجواب عنده. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله منيح. طمنا قبل كل شيء، هلا الكل ناطر قبل ما نحكي بتفاصيل الطقس ودرجات الحراره، في شتاء سبت احد؟ ما في شتاء سبت احد. نعم. بس السماء بتضل فيها غيوم. اوكي، رح تكون سماء غائمه بمعظم الاوقات. ورح يكون في شوب اكثر؟ الشوب جاي. عم نحس هلا بالشوب، هذا شيء غريب يعني بكانون بكون عم نحس بدرجات حراره شوي مرتفعه. هلا عم ترتفع اكثر، رايحين على ويك اند. نعم. رح تكون الحراره فيه اعلى من معدلاتها الموسميه. على كل حال رح نفوت هلا بعد شوي بتفاصيل الطقس اكثر، ونحكي اذا كان معدل منسوب المياه للسنه هو ضمن المعدل المعتاد ولا ما دون المعدل المعتاد. نعم. رح نحكي بكل هذه التفاصيل، ولكن هون شو عم نشوف بالنسبه ليوم الجمعه. نعم، اليوم يلي عم نشوفه هو شوي ليه طقسنا هيك عم بيكون. هلا الصوره يمكن شوي صغيره لان اضطرينا نكبر المجال يلي عم نشوفه. نعم. لنشوف المناطق يلي فيها منخفضات جويه ومرتفعات جويه. لبنان موجود بهاي النقطه، هيدا لبنان، وعم نلاحظ هالخطوط البنيه هون في عنا مرتفع جوي اجمالا بيكون موجود على المحيط الاطلسي. نعم. وعنا مرتفع تاني يبقى موجود بالمناطق السيبيرية. والمنخفضات يلي عادة بتوصل لعنا عادة بأغلب أحيانا بتوصل من أوروبا، يعني بريطانيا، أوروبا، البحر المتوسط وبتفوت لعنا. نعم. المنخفضات اللي جاية من الدول الأوروبية كيف عم بتكون؟ حاليا في منخفضات بس ما رح توصل لعنا، مش واصلة، هيدا اللي مخلى بعيدة رح. نعم. تبقى بعيدة. نعم. من هيك طقسنا عم بيكون مثل ما شايفينه هلأ، شوي بلشت حرارته ترتفع، منه بالبرد يلي لازم نكون فيه بشهر كانون الأول. يعني بلشنا بكرة ب 21 الشهر رح يكون عنا بداية فصل الشتاء. نعم. واصلين على فصل الشتاء بدايته بعدها شبه مشمسة تشبه الخريف أكثر، شبه غير طبيعية كمان، غير طبيعية إجمالا. مزبوط. نعم. من السنوات الاستثنائية. نهار السبت هلأ رح نروح لنشوف السبت إذا رح يقرب شيء. هالمنطقة الباردة يلي شايفينها باللون الأزرق رح تبلش تقرب شوي، بس من حيث انها تأثر على لبنان بعدنا بعيد كتير.
لبل اكثر رح نشوف هالمنطقه الدافيه يلي شايفينها باللون البرتقالي. هي رح تقرب اكثر واكثر وتاثر علينا مع ارتفاع بدرجات الحراره، ببلش يوم السبت شوي، الاحد اكثر وللتنين كمان. نعم عظيم، لكن درجات الحراره هي بارتفاع بالنسبه لنهار السبت والاحد، يعني مزبوط. الاحد بترتفع بعد اكثر من نهار السبت. صح، وهلا راح نشوف هيدا يوم الاحد هالمنطقه يلي فيها المنخفض الجوي. نعم. امتدادها بضل بعيد على المتوسط، ما بيقرب من لبنان. من حيث المبدا المرتفعين الموجودين، واحد بمنطقه راح نقول سيبيريا والثاني يلي موجود على منطقه الاطلسي يلي هو الازوري، تأثيرهم عم بيكون سلبي على المنخفضات، عم بيخلوها شوي محبوسة شمالاً وبالتالي ما بتقرب لعنا. وبهالأثناء عم بيكون في عنا كمان الجت يلي هو التيار النفاث كمان موجود فوقنا، يعني فوق لبنان وشوي أكتر شمال لبنان، عم بيحجب وصول كل هالكتل الباردة وعوامل الطقس يلي لازم نشوفها عادة بهذا الفصل. طيب اللي عم بيصير يعني بالنسبة لفصل الشتاء، بما أنه قبل ما نوصل على بالنسبة لنهار التنين، اللي عم بيصير حسب ما عم نشوف على الخرائط يعني هذا الصراع اللي موجود بين المنخفضات بالدول المجاورة لإلنا واللي هي ممكن تأثر علينا، فهي عم بتأثر سلبا على لبنان، يعني ليه هيك عم بيصير هيدي السنة يمكن غير كل السنوات يلي مرقت؟ مزبوط، من السنوات القليلة يلي يمكن شفنا شوي مثلها، شفنا شيء قديم بالاربعينات. شو السبب؟ اذا بنفسر اكثر هيك للمشاهدين. السبب طبيعي، هن عوامل الطبيعه، الطبيعه بتمشي بشكل تموجات. نعم. في عندنا موجه، اوقات هالموجه بتكون كبيره، اوقات بتكون موجه صغيره. نعم. لما تكبر كثير بطياتها بتحمل من جهه مناطق دافئه كثير، مناطق ثانيه بارده كثير. نعم. شو اسباب هالتغير المناخي؟ هل هي يمكن العوامل الطبيعيه لها دور يمكن تيأثر اكثر سلبا، والتلوث البيئي كمان؟ هلا عوامل طبيعيه اكيد. نعم. هي طبيعيه بطبيعتها طبيعيه. نعم. هلا التلوث والغازات الدفيئه بطبيعتها طبيعيه اذا كانت ضمن الخط المعتاد عليه، ولكن صح. غير طبيعيه ضمن اللي عم نشوف. هلا هي سنه واحده. نعم. ما فينا نجزم عليها، بعدنا باولها. ما في شيء بيمنع انه الاشهر القادمه ترجع تعوض الوضع الحالي، يعني لحديت هلا لحد هلا مش طبيعي، شيء مش معقول. مزبوط. هلا لقدام شوي رح نشوف كمان صور. نعم. بتعكس لهالفتره من السنه، رح نراجع حوالي 40 سنه مضوا. نعم. ونشوف او اكثر حتى 70 سنه. نشوف وين نحن بالنسبه لتاريخنا. نعم. القديم. قبل ما نشوف هيدي الخريطه خلينا نرجع لنهار التنين، كنت عم تحكي عن نهار التنين الخريطه اللي قبل. نعم. بدي اعذبكم بالريجي بليز، نرجع نشوف الخريطه اللي قبلها، شو رح يصير نهار التنين؟ ولا شيء، مكفاية الحرارة مرتفعة. نعم. بلبنان منلاحظ انه كل هالمنطقة الباردة. نعم. بعده امتدادها بعيد اتجاهه صوب الغرب. نحن شرقا عم بيأثر أكثر وأكثر هالكتلة الهوائية الدافئة. نعم. يلي عم توصل علينا ورح تساهم بانه درجات الحرارة ترتفع بعد ارتفاعها، يعني لنهار التنين درجة الحرارة بارتفاع زايد. مزبوط. سبت أحد وتنين نحن بمنطقة. نعم. حرارتها عم ترتفع تدريجيا. نعم. يعني هلأ من هلا لنوال اجمالا الجمعة الجاية يعني نحن بنكون فتنا باسبوع الميلاد. مزبوط. يعني كلنا بنعرف انه اسبوع الميلاد بفوت الثلج وشتي. مفروض هيك. شو رح يصير؟ الواقع يمكن رح ينعكس مناقض لهالشيء. نعم. لانه يلي شفناها بالصورة قبل شوي، هالامتداد يلي باقي على المتوسط ما كثير يميل الى يقرب لعنا، رح يضل على المتوسط، بيمتد شوي باتجاه افريقيا ولكن بعيد عن لبنان، وبيرجع بينحسر شمالا وبيضل بعيد عن لبنان. فمبدئيا ما في عنا تغيير جذري بالطقس يمكن لحدود ليله الميلاد. نعم. على الحال من هلا لوقتها في تغييرات كثير ممكن تصير، وهذه توقعات جزئيه ومؤقته. صح. يعني بعدين ما بنعرف، خاصه للاسبوع القادم. صحيح. الفتره طويله عم نحكي 10 ايام. نعم. بعد كثير بتتغير الامور. عظيم. خميس جمعه سبت احد هون. صح. عم نحكي عن شو؟ رح نبلش من جهتك مع يوم الخميس. نعم. عم نشوف مسببات الطقس يلي عم نشهده برا. يلي هي رطوبه عاليه بالطبقات القريبة من سطح الأرض، وشوية رطوبة عالية كمان بالطبقات العليا. عم نشوف غيوم عالية كتير وغيوم على سطح الأرض، من هيك الطقس عم بيكون غائم مسكر. بيستمر معنا هيدا الطقس ليوم الجمعة. نعم. كمان مع غيوم متدنية الارتفاع، غيوم واطية. يوم السبت تستمر الرطوبة على الواطي، نهاية يوم السبت تتحسن شوي، بتخف الغيوم، ولكن منوصل على يوم الأحد مع انتقال لمستوى الغيوم من الغيوم المنخفضة إلى غيوم متوسطة ومرتفعة. نعم. بصير عندنا غيوم عالية، في احتمال يمكن لرزاز شوي بشكل خفيف، مجرد احتمال، ما شيء يذكر، ما رح نعتبره أمطار. إذا شتت نهار الأحد يا مارك
الله يساعدك. بنتأمل ما تشتي لأنه بلشت خايف. مدام؟ لا لا مش لإلي هيدي، هيدي لإلك أنت حتى تشير وتعطي التفاصيل أكثر، كل واحد باختصاصه. تفضل. هون رح نشوف شوي كيف رح تتغير الحرارة. يوم الخميس على المناطق الساحلية كانت عم تتراوح بين 11 و 21. نعم. جمعة وسبت تقريبا ما في تغيير يذكر، بنبلش نلمس التغيير من مساء السبت الى يوم الاحد مع ارتفاع حوالي درجتين على الساحل. نعم. المناطق المتوسطة الارتفاع 800-1000 متر، كمان استقرار بالحرارة ايام الخميس والجمعة، السبت بداية ارتفاع، الاحد ارتفاع شوي اكبر، يعني يوم الاحد ترتفع حوالي 4 درجات عن يوم السبت. نعم. والمناطق المرتفعة من 2000 متر وما فوق مستوى الأرز تقريبا، درجات الحرارة كانت بين الخميس والجمعة عم تتراوح من 0 ل 10 درجات. نعم. بتبلش ترتفع من يوم السبت، ممكن توصل إلى 12 درجة السبت، 13-14، وممكن أكثر من هيك يوم الأحد. هذا شيء غريب بهيك وقت نشوف درجات الحرارة بالأرز بهيدا المعدل، عادة بتكون ما دون الصفر، ما تحت الصفر. عادة نعم. بيكون صار عنا ثلج، نعم. درجات حرارة صارت صحيح. باردة، وبنكون ناطرين نبلش موسم التزلج. نعم. الصورة اللي هون عم نشوف الرياح، سرعة الرياح واتجاهها. الرياح رح تكون بشكل عام غربية اليوم الجمعة، تدريجيا سبت وأحد رح تتغير وتاخذ منحة جنوبي غربي، جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا. رح تصير الوجهة بالنهار جنوبية غربية، رح تجيب لنا الهواء الدافئ من أفريقيا. نعم. من هيك عنا ارتفاع الحرارة. خلال الليل بتكون شرقية أكثر. نعم. حرارة سطح المي والبحر، موج البحر رح يكون خفيف، يعني ما بيتخطى نص متر. أما بالنسبة للحرارة عم تكون تقريباً 21 درجة حرارة سطح الماء. والرطوبة؟ الرطوبة نسبياً مرتفعة، عم تتراوح بين 50-60% إلى حوالي 75%. نعم. ودرجات الحرارة خلينا نحكي عنهم شوي، عم تتفاوت هذه الدرجات بين قدي وقدي تقريباً، أقصاها وأدناها عم بيكون؟ على الساحل؟ على الساحل حالياً عم بتكون بين 10-11 درجة و 21 درجة. نعم. أيضا أقصاها 21. مزبوط. وتميل إلى الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع. نعم. هون عم نشوف بس صورة للأقمار الاصطناعية، هيدا البحر المتوسط، ومنلاحظ هون عنا لبنان. بس عم نفرج شوي الغيوم الواطية يلي موجودة على منطقتنا، هن هالغيوم يلي باللون الأزرق الفاتح. نعم. البحر هو الأغمق، وهالألوان الفاتحة هي الغيوم يلي رح تكمل معنا اليوم. نعم. جمعة وسبت، السبت بتخف شوي بفترة بعد الظهر، ولكن بترجع نهار الأحد على شكل غيوم مرتفعة أكثر. نعم. عظيم. وهلا رح نروح على موضوع المي. أيه. كنا ذكرنا أنه في عنا أمطار. نعم. لنشوف السنة شو وضعها، شو تقييمها مقارنة مع السنوات السابقة. نعم. منطقة طرابلس إذا بنرجع لتقريبا 1940-1950 بنشوف نسبة الأمطار كيف كانت. مرق عنا سنة 47 نسبة أمطار قليلة بطرابلس، سنة 49 كانت قليلة. نعم. بعدين زادت شوي بحقبة الستينات. ليه عم نحكي تحديدا عن منطقة طرابلس؟ لأنه في عنا أرشيف قديم فيها. نعم. بلبنان ما كتير المناطق يلي فينا نرجع فيها بالزمن 60 سنة لورا أو 70 سنة. مناطق قليلة مثل نعم. بيروت، طرابلس، رياء. عظيم. فهلا عم نشوف ساحل طرابلس. بفترة الثمانينات من 85 لل 90 2000 مرقنا بحقبة كانت شوي كريمة أمطارها، رغم أنه سنة 2000 هي من السنوات يلي إجت كتير قليلة أمطارها. وهون عم نحكي عن الأمطار يلي تساقطت من أيلول. نعم. لتاريخ 31-12، يعني آخر شهر من السنة. ما عم نحكي عن السنة كلها، عم ناخد بس أيلول، تشرين، تشرين وكانون. عظيم. ومنشوف انه سنتنا الحاليه يلي هلا هربت من قدامنا اللي هي 2016، هي من السنوات القليله. نعم. مزبوط. سنه امطارها قليله. صحيح. ما بتتجاوز ال 180 تقريبا مليمتر بطرابلس. يعني على امل انه نسبه ومنسوب المياه يرجع يتحسن لمعدله المعتاد. ان شاء الله. بيروت نفس المسار رح نشوفه ببيروت. نعم. منشوف كيف الامطار عموما معدله لهالفتره من السنه كمان مره هو تقريبا بال 230 تقريبا. بس اذا بنشوف السنه هاي هي من السنوات القليله يلي شفنا فيها امطار خفيفه. يعني شهدنا تقريبا 42. نعم. السنه كانت امطارها خفيفه لهالفتره من السنه. سنه تقريبا
58 59، في عنا سنة ال 91 أو 90 91 كانت قليلة، وهلأ عم نرجع السنة نشوف من السنوات اللي فعلا بس كتير قليلة. يعني 2016 هي أقل، مزبوط، بعدها دون ال 100 مليمتر، بعدنا بحدود ال 90 مليمتر. على كل حال يعني على امل هيك بدايه 2018 تكون بدايه خيره وفيها بركه، مثل ما بقولوا الشتاء خير وبركه، صح. هيك وبنظف الاجواء كمان، ولبنان مشهور يعني دائما بلد المي وبلد الجمال والطبيعه الحلوه، بنشتهر بفصولنا الاربعه يلي مميزه عنا، على امل كل فصل هيك ياخذ حقه بهالبلد، لانه يمكن كل الظروف المناخيه غير مؤاتيه والامور البيئيه والتلوث البيئي كمان غير مؤاتيه، حتى كمان تكون الحياه الطبيعيه والحياه المناخيه بيئية هي طبيعية للأسف. بدي أشكر وجودك معنا ماركو هيبي المهندس من مصلحة الأرصاد الجوية، رئيس تحديدا مصلحة الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية وبون ويكند. مرسي كتير، يعطيكم ألف عافية، ومنشكر الإذاعة على متابعتنا، مرسي تلاليبا، إن شاء الله دايما بنعطيكم معلومات قيمة. نعم شكرا لك. مشاهدينا رح نروح وياكم هلا حتى نتابع ريبورتاج خاصه مع زميل داني حرب بيتعلق بكل اخبار العالم الرياضي، ولكن بريك قصير وبنرجع. متابع مشاهدينا نحن وياكم صبحيتنا، برحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، كمان فيكم تابعونا عبر السوشيال ميديا احلى دوت صباح على انستغرام واحلى صباح على فيسبوك، واكيد عبر الويب سايت www.tirelibon.com.lb. اولى فقراتنا بتاخذنا لموضوع كتاب بحاكي الاعلام، دعا مركز دراسات الوحده العربيه ومركز الابحاث بكليه الاعلام بالجامعه اللبنانيه وبتعاون مع فريق دال لندوه حول كتاب الاعلام العربي ورهانات التغيير في ظل تحولات، وقد شارك بالندوه عدد كبير من الاشخاص يلي هن معنيين بالاعلام وهن اساتذه يدرسون هذه الماده، وبنفس الوقت هن معنيين بهالتحولات يلي عم يشهدها الاعلام بلعب دور اساسي بتوجيه الرأي وأيضا الإضاءة على بعض النظريات. أكيد لحتى نحكي بتفاصيل هالكتاب رئيسة مركز الأبحاث بكلية الإعلام بالجامعة اللبنانية دكتور نهاوند القادر عيسى تنضم لي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور لك ولمشاهدي تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك. حضرتك يعني جمعت هالكتاب وكان بظل عملك أيضا لحتى تكوني عم تجمعي الأعمال كلها، أداة تحدي كان بجمع التفاصيل كلها، وخاصة اليوم بإعلام عم يتخبط ما بين المسؤولية ولا مسؤولية، بين إعلام عم يتخبط ما بين الواقع يلي عم نعيشه والتحولات يلي عم نشهدها كمان. الكتاب هو نتيجة أعمال مؤتمر انعقد في الجامعة اللبنانية في كلية الإعلام، وكان هو المؤتمر لما عقدناه أكيد كان في عنا رؤية ليه بدنا نعقد هذا المؤتمر طبعاً، وما هي الأهداف الكامنة وراء عقده. وتقصدنا من هون. نعم. وتقصدنا خلال عقد المؤتمر أن نجمع الأكاديميين الباحثين من لبنان ومن مختلف البلدان العربية مع المهنيين، لأننا شعرنا أن عندما نطرح أسئلة التغيير على الإعلام العربي يجب أن يكونوا الإعلاميين المهنيين شركاء معنا كأكاديميين في هذا المؤتمر في التفكير في المرحلة نعم. التي نحن نعيش فيها والتي هي محملة بمجموعة إشكاليات كبرى يصعب على الفرد كفرد وعلى الباحث كباحث على المستوى الفردي الإجابة عليها نعم. فلذلك كان فريق دال هو طبعا فلننطلق من المؤتمر، لكن ما الذي دعا إلى إقامة هذا المؤتمر، وشو يلي حسيتوا أنه هالقد مستجد في الإعلام اللبناني والعربي، وخاصة مع كل الصراعات التي تحدث وخاصة فيما يتعلق بالإعلام تحديدا، ليه حسيتوا أنه إقامة هالمؤتمر هو أمر أساسي بادئ ذي بدء؟
شوف نحن بالجامعة اللبنانية خاصة كنا بحالة تفعيل العمل البحثي في الجامعة وكان في عنا هيك نوع من الشعور إنه الجامعة هي تنتج على المستوى البحثي إنما إنتاجها يبقى محصورا ضمن نطاقها. من هذا المنطلق نظمنا هذا المؤتمر ورأينا أن الوضع الراهن هو في ضوء متغيرين كبيرين. المتغير الأول هو المتغير التقني والتقنيات الاتصالية الحديثة، وهذا الانقلاب الكبير الذي حصل في عالم الإعلام بحيث أصبح كل متلقي هو مرسل بآن معا، وأصبح الإعلاميون هناك من ينافسهم على الخبر وعلى صناعة الخبر وعلى المعلومة وإلى ما هنالك من متغيرات كبرى سوف تأتي نتائجها وسوف نرى نتائجها لاحقا. وهذا متغير من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك متغير كبير حصل في البلدان العربية خاصة في العقد الأخير في العقود الأخيرة، وهي الحراكات والانتفاضات العربية، وأصبح الإعلام شريكا في سواء في الدعوة إلى التغيير أو في إعاقة التغيير. وتسرع الكثير من المحللين ومن الباحثين ليروا أن الإعلام سوف يلعب دورا كبيرا في عملية التغيير الديمقراطي التي الموعودة التي سوف تحصل في العالم العربي، وإذ بنا نرى أن هذا التسرع في غير محله، لأننا فكرنا كمجموعة عندما خططنا لهذا المؤتمر كيف يمكن للإعلام العربي أن يكون هو عامل تغيير في المجتمعات ولم يغير في إدائه ولم يغير في رؤيته، هو ما زال يعمل في أدوات وعدة غير ديمقراطية، فكيف يمكن فقد الشيء لا يعطيه طبعا. من هذا المنطلق حاولنا أن نشرك الإعلاميين في هذا المؤتمر لكي تكون الأسئلة مطروحة علينا نحن كأكاديميين، ماذا سنغير في طريقتنا في البحث، والإعلاميين والمهنيين، لأنه حقيقة أصبح الإعلام العربي بحاجة إلى تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها. من الأشخاص اللي شاركوا في الندوة دكتور مها كيال، أستاذ بعلم الاجتماع بالجامعة اللبنانية، أستاذ بيير أبي صعب نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، ودكتور ربيع بركات أستاذ علوم والإعلام بالجامعة الأمريكية ببيروت، وأدار الندوة الأستاذ فارس أبي صعب مدير التحرير بمركز دراسات الوحدة العربية. أديها التلاقي بالأفكار، أديها التبادل كمان بالخبرات ما بين الخبرة الأكاديمية والخبرة على واقع الأرض مع الإعلاميين يلي تحدثت عنهم من شوي، أدي وصلتوا من خلاله لهيك مجموعة مقررات تحطينا شوي بالأجواء يلي دارت حول النقاشات والمواضيع يلي تمحورت حواليها الندوة، أكيد بالعناوين العريضة الأساسية. الندوة حول الكتاب، لأنه الكتاب يضم مجموعة من الأسماء ومن الباحثين كبيرة ومتنوعة متعددة. إنما الندوة حول الكتاب تقصدنا أن يكون المشاركون في الندوة أستاذة الأنتروبولوجيا ورئيسة مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية، وأن يكون هناك أستاذ شاب في الجامعة الأمريكية لأن لديه رؤيته الحديثة طبعاً في هذا الموضوع، وأن يكون هناك صحافي معروف في عالم المهنة ومعروف في طريقة تفكيره وإلى ما هنالك. وتبين لنا أن التفاعل مع موضوع الكتاب كان غنيا وكبيرا جدا عندما عقدت هذه الندوة. لماذا كان التفاعل كبيرا؟ لأن الدكتورة مها
استنتجت عندما قرأت هذا الكتاب أهمية الموضوع وعمق الطرح الذي تم في هذا الكتاب، ورأت أنه حقيقة نحن في عالم البحث بدونا بحاجة لكي نفعل ونشبك المقاربات. يعني لا يمكننا تناول موضوع الإعلام من منظور إعلامي فقط، لأنه كما تعلمون الإعلام هو متجذر في المجتمع، له أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وما وإلى ما هنالك. فكانت التوصية أنه علينا أن نشبك مقارباتنا وأن نتفاعل فيما بيننا مختلف الاختصاصات عندما نقارب موضوع الإعلام. يعني المختص في علم السياسة أو في علم الاجتماع أو في علم النفس أو في أي اختصاص بمجال العلوم الإنسانية هو ينعكس عمق في طرح الموضوعات وفي معالجتها. إذا بدنا نحكي عن الكتاب بتفاصيله، إذا بتسمح هيك حتى أخذه من حضرتك لحتى كمان نشاركه مع المشاهدين، والأسامي ما شاء الله يعني على الغلاف كتار بالفعل يلي مشاركين وحطوا من خبرتهم ومن رؤيتهم ومن مشاركتهم بهالندوة تحت تحرير شامل لحضرتك. إذا بدنا ننطلق، كيف نقلت الرؤية من خلال هذا الكتاب؟ المحور الأول يعني الكتاب يعالج إشكالية العلاقة بين الإعلام والتغيير بضوء متغيرين، يعني بين عالمين متناقضين، خليني أقول هالإشكالية كيف انطرحت، كيف توظفت كمان بعدة تفاصيل بخلال الكتاب؟ يعني الكتاب هو كان أكبر من هذا الحجم بكثير طبعاً. إنما اضطرينا للاختصار لضرورات إجرائية. إنما هذه الإشكالية أتت في الفصل الأول أو في القسم الأول، اللي هي حاولنا أن نلامس البنية المرجعية التي يعمل فيها الإعلام. والبنية المرجعية التي يعمل فيها الإعلام تبين لنا أن هناك، يعني الفصل الأول من القسم الأول أنا كنت قد توليت البحث فيه وتكلمت عن كوابح التغيير الكامنة في البنية الإعلامية، سواء كانت البنية الإعلامية التقليدية أو البنية الاتصالية الراهنة. وكذلك تناول مجموعة من الباحثين في القسم الأول من تونس، من مصر، من المغرب، من الجزائر. كان لدينا مجموعة كبيرة من الباحثين المتبحرين في علوم الإعلام، وكذلك المهنيين. حاولنا أن نقسم هذا الكتاب إلى أربعة فصول. كما هو إذا بدنا ننطلق بالفصل الأول أو القسم الأول مثل ما حضرتك ذكرتي، تحت عنوان التغيير في ضوء التحولات البنيوية والمرجعية للإعلام، كيف فينا نختصر نواة ما تم الحديث عنه والبحث من خلاله بهذا المؤتمر بالقسم الأول؟ في القسم الأول يعني رأينا أنه لو نظرنا إلى البنية الإعلامية التقليدية لوجدنا أن هناك مجموعة عوامل تشكل إعاقة للتغيير الجذري في المجتمعات. ما هي هذه العوامل؟ رأينا أنه الإعلام ليس فقط في لبنان إنما بل حتى في بلدان العالم أصبح متداخلا مع السلطة السياسية ومع السلطة الاقتصادية. هذا التداخل بين السلطة الإعلامية والسلطة الاقتصادية والسلطة السياسية هو شكل عائقا أمام عملية التغيير. وأكثر من ذلك، يعني فكرنا أنه ظروف عمل الذين يعملون في الإعلام هل هي ظروف مناسبة وتؤهل من يعمل في الإعلام ليكون حرا وديمقراطيا وعامل تغيير؟ كمان عندما ننظر إلى ظروف عملهم نجد أن هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق. فهناك مجموعة عوامل كامنة وراء
عدم تمكن الإعلام من ولوج عملية التغيير. كيف لوسيلة إعلامية أن تكون هي داعية، ولن أسمي، كيف لوسيلة إعلامية أن تكون هي أن تنصب نفسها من دعاة الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، وهي تمارس على العاملين لديها سلوكا غير ديمقراطي وغير مسؤول. ففقد الشيء لا يعطيه. طبعاً للأسف فمن يعني هنا حاولنا نحن أن نرن جرس الإنذار وأن ننبه إلى أن هذه الأفكار جاهزة، أن الإعلام يمكنه أن يغير، والإعلام ليس صحيحا، وسائل اليوم الاتصال والفيسبوك وما بعرف ليس صحيحا. علينا أن ننظر إلى السياقات التي تعمل بها وسائل الإعلام. صحيح. سواء أو وسائل الاتصال. وهذا اللي بيوصلنا للقسم الثاني، يعني القسم الأول مفصل بست فصول كمان، يعني بكل تفاصيلها. القسم الثاني تحولات المشهد الإعلامي ورهانات التغيير والإصلاح. اليوم قديه إعلامنا كم هو بحاجة لإصلاح ولتغيير هذه المشهدية والنمطية يلي عم بمر فيها؟ شو بالاسم الثاني حاولنا أن نعرض تجارب من البلدان العربية التي شهدت انتفاضات وتحركات، من تجربة مصر، تجربة تونس، تجربة المغرب اللي كانت سلمية إلى حد ما، كان محاولات إصلاح، بس تبين لدى دراسة الخبراء والأكاديميين الذين أدلوا بدلوهم بالقسم الثاني، تبين أن لهم أن الإعلام خلص من سلطة السياسية القامعة والأوحد وإلى ما هنالك، ووقع في مطب السلطة الاقتصادية. نعم. وسلطة السوق، وهذا أخطر، رأوا أن هذا أخطر، يعني عندما يكون الإعلام في كنف الدولة كدولة هو أخطأ، هو أقل خطراً عندما يكون الإعلام هو عرضة للعرض والطلب في السوق وللاحتكارات المالية. نعم. الكبرى والاحتكارات الوافدة من البلدان الأخرى من الخارج. فهنا بهذا القسم الثاني يبين عمق الأزمة، وخاصة والإشكالية مع التناقضات العربية، من خلال مع التناقضات الطرح العربية. نعم. ومع نعم. مع حروب المعلومات التي نشهدها حاليا. نعم. نحن حاليا نشهد مع الفضاء الإنترنت حرب معلومات بامتياز. طبعا نعيش حروب معلومات. ومنتابع يعني مع قسم ثالث تحت المواكبة الإعلامية للحركات الشعبية وإشكاليات التغيير، وقسم رابع ثقافة الإعلام الجماهيري وتحديات التغيير، ولكن لضيق الوقت ما رح نفوت بتفاصيلهم، وبنفس الوقت لحتى نخلي متعة التلذذ والاكتشاف عند الأشخاص اللي حابين يكونوا عم يكتشفوا هالمؤتمر من خلال الإعلام العربي ورهانات التغيير في ظل تحولات عمل المؤتمر الذي نظمته كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية. تحية لحضرتك، لكل الأكاديميين الإعلاميين إن كان من الوطن العربي أو من لبنان، وكمان للجامعة اللبنانية كلية الإعلام تحديدا، للجهود اللي حطوها، ومركز دراسات الوحدة العربية ومركز دال كمان، لأن بعرف قدي فريق صعب دال. فريق دال عفوا يعني بعرف قدي صعب على فكرة، بس فريق دال هو مجموعة من الأساتذة بكلية الإعلام بالتحديد، ومعظمهم أساتذة شباب. نعم. شباب وصبايا، وهيدا الروحية الجديدة، وهيدا الأمل طبعاً. الأمل معلق عليهم أنه النواة تكبر وتتوسع أكثر على هيدا المستوى. يعطيكم ألف عافية، وعلى أمل أنه يكون أعلامنا بألف خير، طالما في أشخاص هالقد عندهم غيرة على حسن أداء الإعلام وأنهم يحافظوا على المهنية فيه. شكرا لك دكتور نهاوند القادري، رئيسة مركز الأبحاث بكلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، شرفتينا بصبحيتنا لليوم، وعلى أمل اللقاء القريب. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا لك، وأنا سعيد كتير أنه كون بتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. مشاهدينا منتابع نحن وياكم فاصل قصير، بصلنا عم نتابع تفاصيل حلقتنا نوز هابينج، تابعونا. صباح الخير عن جديد متابعينا بلقائنا الصباحي، وهلا رح نكون نحن وياكم مع المهندس زياد الصايغ ودكتور احمد الرافعي عميد الجامعه اللبنانيه الفرنسيه، حتى نحكي عن مشروع توليد طاقه متجدده على مجرى نهر ابو علي بطرابلس. صباح الخير. صباح الخير لك ولسادة المشاهدين. يا هلا فيكم، اهلا وسهلا. صباح النور. زياد الصانع بس. زياد الصانع.
الصانع. اهلا وسهلا فيك. لانه في صديق لنا اسمه زياد الصايغ دكتور. تحيه على كل حال له. بالبدايه خلينا نبدا معك زياد، انت وزميلك مازن الضناوي اشتغلتوا على بروجي دبلوم الهندسه تحت تولدوا طاقة متجددة تحديدا على نهر أبو علي بطرابلس. خبرنا شوي كيف خلقت هذه الفكرة بالبداية، خاصة أنه حضرتك يعني بعد فترة من العمل رجعت على مقاعد الدراسة تتنفذ هذا البروجي. صحيح، هو أنا موظف بوزارة التربية مديرية العامة للتعليم المهني، أنا مدير معهد مهني معهد التكريت الفني الرسمي، وزميلي الأستاذ مازن كمان أستاذ مهني بمعهد حلب الفني. نحن كنا تخرجنا تقريبا بديك تقولي بال 97 من المعهد الفني التربوي، اخذنا الاجازه. بعد فتره طويله قدرنا نكفي هندسه، وكفينا هندسه بالجامعه اللبنانيه الفرنسيه، وكان مشروع التخرج تبعنا هو توليد طاقه متجدده على نهر ابو علي. الفكره ولدت بالنقاش وبعد ما وعرض الافكار مع الخبير المهندس فادي العسل اللي هو كان مشرف على المشروع. طبعا تم اختيار المشروع وتم اختيار الموقع بالذات لانشاء هذا المشروع كنهر ابو علي، نظرا لظروفه الصعبه. هو نهر بيمرق بمدينه طرابلس، يمكن باكثر منطقه فقيره بطرابلس او بلبنان هي منطقه التباني، بوقت في عنا مناطق اثريه كمان هناك بالمنطقه مهمله نوعا ما، وصاير مثل كانه نهر ملوث بنسبه كبيره. نعم. وعنده تدفق متغير، من الصعوبه حدا يخطر على باله يعمل مشروع توليد طاقه على هيك نهر. انت خطر على بالك انت ومازن الضناوي. دكتور احمد الرافعي كعميد الجامعه اللبنانيه الفرنسيه، وبما انه زياد الصانع ومازن الضناوي هن من طلابكم، يعني كيف بتلاقي اهميه هالمشروع؟ هلا نحن كجامعه ككليه هندسه نحن عندنا اربع اختصاصات، عندنا ميكانيك الطاقة بديلة، مدني، كهرباء والكترونيك. نحن عم نعمل جهدنا يكون في دائما تواصل مع سوق العمل والإنتاج، تكون مشاريعنا موجهة نحو حاجات سوق العمل، حاجات المجتمع المحلي، ولقينا أنه البلد في مشكلة طاقة، في حاجات لتوليد طاقة كهربائية عن طرق مختلفة. وأحد المشاريع يلي نحن عندنا كتير مشاريع لتوليد الطاقة، أحد المشاريع هي مشروع الأستاذ زياد والأستاذ الخطيب يلي معه. يعني طلاب ببعض المراحل بيتفوقوا على دكاترتهم وبيكونوا مميزين، يعني كمان الدكتور هو عم بيساعد طلابه، ولكن الطالب ببعض المراحل كمان لما يتفوق على الدكتور هون بيكون فخر للجامعه وبيكون فخر للدكتور. دائما الاستاذ بينبسط لما بيلاقي تلميذه انسان متفوق، انسان عم صاحب انجاز جيد، والشباب اشتغلوا صراحه كان شغلهم مع استاذهم شغل جيد جدا وتوصلوا لهالمرحله. وعندنا مشاريع اخرى كمان اذا ممكن بس هيك افتح برومتاز. في عندنا مشروع عن شيء اسمه مايكرو جريد وسمارت جريد، يعني حكيت عنه، يلي هو عباره عن انه عندنا عده طاقات موجوده، طاقه شمسيه، طاقه هوائيه، كهرباء لبنان، مولدات، قادرين نحن نشغلهم مع بعضهم. طاقه كهرومائيه، هيدروليك. طاقه كهرومائيه، نحن قادرين نشغلهم مع بعضهم لحتى نعمل كهرباء ذكي. شو يعني كهرباء ذكي؟ يعني نحن لما بنشغلهم مع بعضهم قادرين بالوقت، يعني وقت اللازم ناخذ الكهرباء يلي سعرها اقل وبتلوث اقل. وهذا احد المشاريع يلي، وعندنا كمان مشاريع اخرى كمان عن توليد الطاقه عن طريق النفايات. نعم. هذا مشروع حاليا البلد في مشكل فيه، نحن عندنا مشروع متكامل، عندنا فريق عمل اشتغل على هذا الموضوع، وحاليا في اتصال بوزارة الطاقة بوزارة العمل لحتى لإنجاز هذا المشروع. نعم. إن كان عن طريق النفايات العضوية وغير العضوية وحتى من المجادير ممكن نولي الطاقة، هيدي كلها مشاريع ممكن نحكي فيها طبعاً بعدين أكيد. زياد خلينا هيك نفوت بتفاصيل المشروع أكثر، يا ريت هيك نشوف صور حتى نتعرف أكثر على هيدا المشروع وهالبروجي اللي اشتغلت عليه أنت ومازن الضناوي. بركي هيك قدامك اللابتوب نقدر نشوف الصور مباشرة على الهواء نحن والمشاهدين، تفضل. مثل ما حكيت قبل شوي انه نهر ابو علي هو عنده خصوصيه من ناحيه الشروط الصعبه اللي بيتميز فيها. هذا النهر هو بالاساس هو نهر قضيشه، بس يمرق بطرابلس، اسمه بطرابلس نهر ابو علي. وله تاريخ اذا بدك نوعا ما سيء من ناحيه انه صار في فيضان بالخمسينات، مشهور هذا الفيضان ادى لمقتل تقريبا 125 شخص بهذا الفيضان. بعد هذا الفيضان الدوله عملت قناه على طول نهر ابو علي، طول هالقناه تقريبا شيء 2 كيلومتر وشوي. التدفق تبع النهر هو متغير جدا ما بين الشتويه والصيفيه، يعني بفصل الشتي التدفق
الحد الأقصى تبعه بيوصل لتقريبا 37.3 متر مكعب بالثانية، بوصل بحده الأدنى بالصيفية لل 1.6 متر مكعب بالثانية، التدفق المتوسط تبعه هو حوالي 15 متر مكعب بالثانية. بالإضافة لأنه في 12 قناة صرف صحي عم تصب فيه للنهر، فبهذه الظروف الصعبة تبعت النهر قدرنا نحن نفوت نوع جديد من توليد الطاقة الكهرومائية عبر نوع جديد من التوربينات أو العنفات إذا بدنا نسميهم باللغة العربية. هالعنفات اسمهم توربين أفيستا أرشيماد، هي أرشيماد استوحيته منا طبعا. هي بالأساس ماشين اخترعها أرشيماد بسنة 212 قبل الميلاد، كانت تستعمل كمضخات على مستوى منخفض. من سنة 92 بلشوا بأوروبا يستخدموها كمحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية. الدراسات عنا كتير قليلة لحد هلأ، وهي بعدها كمان هالماشين قيد الدراسة لتحسين الأداء تبعها، لأنه إذا بدك المقاييس تبعولها بتخضع لكتير أمور، أهمها هو التدفق تبع المي اللي بده يمرق من خلالها. وبحسب هالمقاييس الهندسية تبعها ممكن نحسن الأداء تبعها وناخد منها النتيجة الأحسن. الفكرة كانت أنه على هالنهر هيدا نقدر نحقق 3 أهداف. هيدي الصور اللي احنا عم نشوفها على الشاشة، إذا بتحب تعلق عليهم هيك تحكي عن البروجي أكتر كل خطوة بخطوتها. عم نشوف مثلا إذا بدك أول شيء في خريطة تبعت النهر على جنب، اللي بتبين خريطة النهر. نحن جينا لقلنا بنحقق 3 أهداف من هذا المشروع. الهدف الأول هو إدخال استثمار جديد بالطاقة الكهرومائية على لبنان عبر نوع جديد من التوربينات. وهيدا أرشيماد أول ما بلش هو اللي اخترع حتى يقدر ينقل مظبوط هل المياه بالأول. أرشيماد اللي شكله مثل البراغي هن التوربينات الحمر، أهميتهم أنه ما بدهم صيانة كتيرة، وبنفس الوقت بيعيشوا أكثر من 60 سنة. وكمان حتى من ناحية الضجيج ما قالهم ضجيج، ما قالهم صوت، يعني الصوت اللي بينسمع هو صوت شلال المي. نعم. موزعين على طول النهر هالتوربينات؟ فينا نوزعهم بحسب الانخفاض طبعا النهر. هلا بمشروع نهر أبو علي فينا نعمل 4 محطات، هن عبارة عن 4 سدود، كل سد بيعطينا حوالي من 100 ل 125 كيلو وات ساعة عبر 4 توربينات لكل سد، 4 توربينات أفيستا أرشيماد عليهم. ليش راح يكون في سدود كرمال حتى يضل منسوب المياه على اعتدال؟ هو السد لحتى نأمن التدفق الثابت للتوربين. نعم. بس مشان هيك هلا بغير أنهر، على فكرة هذا النوع من التوربينات أو هالنوع من المحطات ممكن يستخدم على 90% من الأنهر اللبنانية وأكثر كمان، لأنه بحسب الطبيعة الجغرافية للنهر نحن معظم الأنهر اللبنانية عندهم تدفق متغير، وعندنا التدفق تبعهم تبع الأنهر بلبنان تقريبا 3100 مليون متر مكعب بالسنة. لو كان تستثمر كل هالطاقة الكهرومائية تبعت الأنهر اللبنانية كان فينا نوفر كتير من استهلاك الفيول، وحتى فينا نوفر تلوث بهالموضوع. بموضوع مشروع نهر أبو علي، هالأربع سدود بيخلقوا عنا تدرج مائي جميل بيعطي طابع سياحي. ممكن الطاقة المنتجة نستثمرها بتنظيف مجرى النهر من المياه المجارير عبر محطات تكرير بحاجة لكهرباء تتغذى 24/24، بالإضافة لإنارة مجرى النهر مع المنطقة المحيطة فيه. لكن هيدا المشروع هو قيد التنفيذ بعد ما نفذ، على أمل أنه يتنفذ وتاخذوا موافقة وزارة العمل وزارة الطاقة وبنفس الوقت نائبة المهندسين حتى تقدروا تشتغلوا يعني على الأرض وتنفذوا المشروع. هون دكتور أحمد الرافعي كعميد الجامعة اللبنانية الفرنسية، قد إيه قادرين أنتم تحطوا إيدكم بإيد الطلاب وخاصة بإيد زياد الصانع ومازن الضناوي حتى يتنفذ هالمشروع؟ لأنه هذا مشروع يمكن بلش بمستوى نهر أبو علي بطرابلس ولكن ممكن يكون على مستوى لبنان ككل. الصراحة أي جامعة أو أي كلية هندسية لازم يكون دائما في عندها مشاريع إنمائية. بالنهاية نحن عندنا كجامعة ككلية هندسية في كثير من المشاريع نحن بنمولها طبعا إذا كان تمويل معقول، يعني لحتى نساعد فقط الناس تشوف إنه هذا المشروع فعلا يحقق
وبيعطي نتائج. هلا هذا المشروع احنا صار في تواصل مثل ما تفضلتي حضرتك مع وزاره العمل، مع نقابه المهندسين، مع وزاره الطاقه، وصار شبه تبني لهذا الموضوع، وان شاء الله احنا قريبا ضمن الجامعه حنعمل بروتوتيب عنه، نموذج لحتى الناس تشوف انه فعلا هذا نموذج فعال وعم يشتغل صح. نعم، هذا النموذج اصلا البروتوتيب هو موجود ايضا بلين بفرنسا وبستراسبورغ ايضا، فهذا النموذج موجود هناك، ونحن بلبنان يعني لاول مره بالشرق الاوسط بلبنان والعالم العربي تحديدا مزبوط. هيك نوع من المشاريع بيكون موجود على الارض، يعني قد ايه هذا فخر لكم زياد ومازن، اكيد تحيه له بما انه مش معنا بس اكيد عم بتابعنا. طبعا بوجه له تحيه، كنت انا وياه تعبنا كثير على المشروع، وكمان تعب معنا الدكتور فادي العسل، الاستاذ فادي العسل، الخبير المهندس فادي العسل، كمان الدكتور احمد، والمشرف كمان بالجامعه الدكتور بلال طاهي. كمان بحب نوه بشغلي هون، موضوع الكلفه دائما نحن بنحكي، بس نحكي مشاريع طاقه متجدده عندنا مشكله بالكلفه. اذا كان هالمشروع بنقدر نطلع منه تقريبا نص ميجاوات، نعم، هالنص ميجاوات تفضل بدي اعمل مقارنه مع غير نوع من الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه. مثلا لمبات الاناره اللي تعتمد الطاقه الشمسيه بتكلف كل لمبه مع العمود تبعها مع البطاريه تقريبا ما بين ال1000 لل1500 دولار. نحن الاربع سدود بكلفوا بحدهم الاقصى مليونين دولار. اذا بدنا نجي نقيس قديش بيضوا هالاربع سدود، بيضوا حوالي 10000 لمبه، 24 على 24 من اللمبات اللي بيضوا فيهم الشوارع. اذا هول بدنا نعملهم على الطاقه الشمسيه بالحد الادنى بدنا 10 ملايين دولار، غير انه كل سنتين بدنا او ثلاث سنين بدنا نغير البطاريات، بينما بهذا المشروع صيانته بالسنه ما بتتعدى ال 5000 دولار وبيعيش 60 سنه لقدام. نعم. فالفرق بالكلفه تقريبا هو خمس الكلفه بالنسبه للطاقه. يعني جزء بسيط من الكلفه. بالضبط، وحق المشروع فينا نرده تقريبا باربع سنين ونص، يعني الرنتابيليتي تبعه اربع سنين ونص بترجع بتدي حق المشروع. مردود المشروع. والطاقه اللي عم تطلع صارت طاقه ببلاش، بتقدر يستثمرها الدوله او اي جهه بتستثمر، هذه الطاقه صارت بتنباع، صارت هي مردود مادي لل. هلا اكيد الكلفه هي مهمه، ولكن قد ايه بتاخذ وقت وبيستغرق وقت تنفيذ هالمشروع؟ هون السؤال الاكبر، قد ايه بده وقت؟ هو بده ست شهور تقريبا، من ست شهور لثمان شهور بيخلص. إذا ست شهور فقط؟ إذا بلشنا من بدء التنفيذ، نفترض نحن بلشنا شهر الجاي صحيح بتنفيذه، يعني من كانون الثاني لآخر الصيف تقريبا بنكون مدة التنفيذ ما بتتعدى 8 شهور. صحيح. طيب برأيك يعني هو وقت قصير يعني؟ نعم أكيد وقت قصير، وبعدين عم بيأمن طاقة، يعني طاقة كهربائية. خلينا نحكي شوي عن المشروع أكثر، هي الطاقة الكهربائية هي رح تكون عم بتأمن كهرباء للبيوت؟ بنهر أبو علي. نعم. هي هيدي الطاقة ممكن تنتج وتأمن طاقة بالنهاية، عم تاخديها، فيك تاخديها للبيوت، فيك تاخديها لأي شيء تاني، المهم انه عم تطلع عندك طاقة نظيفة بصفر تلوث، ما في أي تلوث، وكمان بمردود كبير يعني بكلفة قليلة، وبالتالي ممكن تستثمر هي الطاقة للبيوت أو لإنارة مجرى النهر أو لمحطة التكرير مثل ما حكينا قبل. نعم تفضل دكتور. بس في ميزة هون انه الطاقة يلي نحن بنولدها نهارا قادرين نحولها للاسواق اللي حدها، في حدها منطقه اثريه وفي حدها كمان اسواق تجاريه. نعم. وليلا بنستعملها للاناره، فاذا الا هي استعمالين نهارا وليلا، فهذا بيعطينا كمان تحفيز اكثر لتنفيذ هذا المشروع. ان شاء الله. خلينا نتلقى اتصال مباشر على الهواء مع دكتور ربيع كباره، مستشار معالي وزير العمل محمد عبد اللطيف كباره. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. مشكور. يعطيكم ألف عافية بالبداية. الله يعافيك. يعني لما نسمع بهيك مشروع خاصة مع طلاب بالجامعة عم يشتغلوا على بروجي للهندسة، القلب بيكبر. كيف إذا حضرتك موجود معنا وعم نحكي بتمويل هالمشروع، كيف قدرين نمول المشروع ماديا؟ أول شيء أنا بدي وجه تحية للزميل المهندس زياد وللدكتور أحمد كمان زميلنا والدكتور العزيز، وصراحة خلال ما ذكروا الشباب، بس هو كان في نقابة مهندسين طرابلس معرض لاختيار المشاريع الهندسية، وهالمشروع تألق وأخذ جائزة أولى. وكان من ضمن الناس الموجودين هو معالي الوزير، وكنا برفقته وسمع على عرض المشروع واهتم فيه جدا، ورجع تبعنا الموضوع مع الشباب بزيارات عدة وشرح تقني
للمشروع. ونحن معالي الوزير وكل المهتمين أبدوا قديش أهمية هالمشروع لطرابلس من ناحية الطاقة البديلة وكمشروع رائد. وبالتالي نحن قدمنا كل الدعم وعم نحاول هلا نلاقي التمويل المناسب إن شاء الله مثل ما نحن موعودين، سواء عن طريق الدولة أو عن أحد الجهات المنحة، ليكون هالمشروع يشوف النور ويكون هيك باكورة أول شيء من ناحية أثره البيئي الإيجابي، وتاني شيء كمان لنضوي على هالطاقات الشبابية للي الشباب عم يعملوها والإنجازات العلمية الرائعة. نعم، يعني بتوعد زياد اليوم ومازن انه هيدا المشروع رح يتم تنفيذه وانت عم تشتغل على هيدي النقطه بالذات حتى تامن كل الامور اللازمه، واكيد تتواصل مع الجهات المعنيه حتى المشروع ينفذ، خاصه انه هيك مشروع بالوطن العربي وبلبنان تحديدا هو مشروع فريد من نوعه. صحيح صحيح، وبتوجيهات من معالي الوزير وملاحقه مباشره دائما عن هالموضوع، لانه حسب اهميته سواء مثل ما قلنا من الناحيه البيئيه او من الناحيه الانمائيه لطرابلس، انه هذا الشيء لازم يتاخذ بعين الاعتبار ونحاول ننفذه باقرب وقت ممكن ان شاء الله. نعم، هون كمان نحن عم نشد ايدنا على ايدك ومن حملك مسؤوليه حتى تتواصل مع وزاره الطاقه، مع نقابه المهندسين، وكونك مستشار وزير العمل المهمه عندك حتى تساعد هالشباب. تحية لألو، اكيد تحيه لإله. موجه له تحيه. نعم نحن قصد ما ذكرناه لانه عارفينه حيطلع بالمقابل. على كل حال تحيه كان له دور كبير بكل الجهود وجهود المعنيين حتى فعلا نساعد هالشباب اللي عندهم هالقد طاقه حتى يساعدوا هالبلد. يعني اشتغلتوا على مشروع الطاقه وانتم الطاقه كلها عندكم، لو ما هيدي الطاقه موجوده وهالاندفاع والزخم موجود عندك مازن، عند مازن وعندك زياد، ما كنتوا وصلتوا لهون. واكيد تحيه لك دكتور احمد الرافعي، انت اللي ساعدت هالطلاب كمان ووقفت حدهم ودعمتهم، لو الدعم عم بيكون معنوي مش مادي ولكن هو اساس حتى الواحد كمان يوصل فكرته. بس كمان الشكر لتلفزيون لبنان يلي هو كمان عم يضيق على نقطه كثير مهمه، البلد بحاجه لطاقه وانتم عم تضيقوا على نقطه بتأمل للبلد الطاقة. إن شاء الله هيدا المشروع ينفذ على أمل تصير الطاقة الكهربائية موجودة بكل بيت بلبنان بلا أي كلفة، لأنه ببلد المي يمكن نحن قادرين نعمل المعجزات حتى نسهل الأمور الحياتية للعالم. شكرا لك أكيد المهندس زياد الصانع، وتحية لزميلك مازن الضناوي على هيدا المشروع، مشروع تولي طاقة متجددة على مجرى نهر أبو علي بطرابلس. وأيضا أهلا وسهلا فيك، وشكرا لك دكتور أحمد الرافعي عميد الجامعة اللبنانية الفرنسية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير. نحن وياكم رح نروح لبريك قصير ونرجع. مشاهدينا برحب فيكم من جديد لحتى نتابع نحن وياكم صبحيتنا. اكيد فيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا @احلى.صباح على انستغرام، احلى صباح على فيسبوك، واكيد لحتى تشوفوا كمان كل الفقرات، كل الريبورتس، كل الضيوف، الحلقات عم ينزلوا على الفيسبوك بيج، واكيد عبر الويب سايت www.liban.com.lb. نحن وياكم هلا بنروح لانجاز مع طلاب، وفي خبز طيب رح ندوقه لانه بشامبيونا دو بان بالاي اس جي بالفاكولتي دو بنيوتريسيون عاملين كانوا مثل كومبيتيشن، رح نحكي بتفاصيلها، رح نشوف مين ربح، شو اهميتها. مشان هيك بصيرنا استضيف معي بالاستوديو بالبدايه متخصصه بعلوم الغذاء واستاذه جامعيه ميرا عمار عيتاني. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. كما انه بصيرنا استضيف معي ميرا ادعيس، طالبه سنه ثانيه بالتغذيه نيوتريشن عن فريق الفايز بالجائزه الاولى. هاي ميرا، شو اخبارك؟ الحمد لله. الف مبروك. هلا رح نحكي بديتيلز على كل حال. وكمان معي بالاستوديو رنا سمحات، طالبه سنه ثانيه بالتغذيه نيوتريسيون مع الفريق الفايز بالجائزه الثانيه. رنا كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي ابدا مع ميرا لحتى ننطلق من فكره المسابقه شامبيونا دو بان، ليه لحتى انطلقتوا من هالفكره مع طلاب نوتريسيون وشو اهميتها؟ اول شيء بونجور لكم، ميرسي لانكم استضفتونا. اهلا وسهلا. انا بس قبل ما بلش حكي عن الشامبيونا دو بان بدي اتشكر الجامعه اللي هي جامعه اليو اس جي، جامعه الكوت ديس يوسف، وخصوصا الديبارتمون دو نوتريسيون واللي بترأسها جنرال خليل حلو، ونحن كمان تابعين للفاكولتي دو فارماسي، كمان العميده تبعيتها هي بروفيسور مريان ابي فاضل، اللي لو ما هن ودعمهم ما كنا نحن قدرنا نعمل هذا البروجي. دونك شو هو الشامبيونا دو بان؟
نحن عنا كور كمان بدي وجه تحية لزميلتي دكتور كريستا بولوس اللي هي بتاعت الكور تبع الانتروديكسيون او زاليمون اللي بقلبه بيعملوا خبز اللي بتعلم التلاميذ كيف يعملوا خبز مع قيمة غذائية كتير عالية. هس هن صاروا من 2012 بيعملوا خبز والجروبات كلها بتعرضوا للخبز بالجامعة كرمال التلاميذ الجامعة يدقوا. هالسنة هي أول سنة نحن منفوت فيها الأناليز سنسوريال كرمال نعرف أنه كرمال لما يتزوقوا الخبز إذا طيب مش طيب أي خبز بفضله اتسترا. دونك من بعد ما خلصنا هالأناليز طلعت فكرة أنه ليه ما بنعمل شامبيونا للتلاميذ مثل مسابقة لاختيار أفضل خبز. بهاي الطريقة منشجعهم كرمال منقدر تعبهم، ومشان هيك عزمنا اخصائيين من المخابز اكبر مخابز بلبنان ليكونوا ضمن لجنه حكم مؤلفه من ست اشخاص. نعم. هن كلهم مختصين بالخبز وكرمال يقيموا القيمه الذوقيه للخبز اكيد حسب معايير معينه اللي هن شكل الخبز، قد ايه طري، التكستشر تبعيته، ريحته، طعمته، اتسترا، المكونات كلها. بالاضافه كان عندنا كمان سته من 12 انه هن كانوا 12 جوري، سته منهم اخصائيين بالخبز، سته منهم هن دايتيشنز، كمان بدي وجه تحيه لزملائي بالديبارتمنت لانه هن كانوا من وجهه الحكم كمان يقيموا الخبز بقيمته الغذائيه. بيرفكت. وجايبين لنا سامبل معكم كمان رح ندوقه بعد شوي على الهواء. هلا احكي مع ميرا ادعيس. ميرا انت اخذت الجائزه الاولى من الفريق يلي ربح الجائزه الاولى، شو اللي ميزكم عن غيركم؟ هل هي الانجريدينتس، التكستشر تبع الخبز، شو اللي خليكم تربحوا؟ اكيد كل شيء، يعني من الانجريديان للتكستور للفالور نيوتريسيونال تبع البان تبعنا. اكيد كل جروبات كان عندهم بان كتير طيب وكل بان مميز بشغله، يعني بس انه اخر شيء الجيري بدهم ينقوا فيز واحد وكل واحد له ذوق. يعني يمكن لو الجوري كان شوي اكبر يمكن كان تغير التصنيف طبعا. كان تغير التصنيف ولكن الكل كان فيهم يمكن أكيد. المعايير اللازمه ولكن تتغير الامور. الخبز اللي عندي هون على الطاوله لحد هو الخبز اللي يلي فايز هلا بندوقه بعد شوي. رنا انتم المركز الثاني، خليني اقول قديه كان في الكومبيتيشن، يعني انبسطتوا تسليتوا بنفس الوقت كان تشالنج لانه هيدا يمكن من اول خطوات انتم بتكونوا عم تعملوا شيء فعلي يعني مش اكاديميك. مزبوط. يعني غير ما انه تدرسوا وغير ما انه تكونوا عم تتبعوا رولز وتعملوا فحص اكري، شو تشالنج لما يكون في اصعب من انه الواحد يعمل فحص اكري لما يصير على واقع الامور؟ اول شيء نحن كنا كثير مستصعبين على الفكره، ما كنا مفكرين انه حنقدر نوصل لنتيجه مهمه مثل اللي وصلنا لها نحن هلا، بس مع الوقت صرنا نشوف اشياء جديده والكومبيتيشن موتيفاسيون الجامعه كانت عم تدعمنا وكل شيء، فبعدين انه حطينا الهدف هذا براسنا انه بدنا نوصل بدنا نعمل شيء حلو ووصلنا. اكيد. ميرا لما نحكي عن طلاب سنه اولى وسنه ثانيه وبعدهم يعني هيك فريش خليني اقول وحيكونوا هن المستقبل تبع الماركت، وطالما استخدمتوا اخصائيين يعني من ابرز البيكريز والمخابز اللي عم تحكي عنهم، قد ايه الخطوه مهمه كمان لحتى شوي مثل كانه عم تعملوا لهم انتروداكسيون لسوق العمل لحتى هالاشخاص اللي هن معنيين بسوق العمل يكونوا عم يتعرفوا على الطلاب على الفريش فيسز يلي المستقبل لهم بالنتيجه؟ مظبوط. نحن هدفنا بالجامعه بالدبارتمان تحديدا انه نعمل جسر بين القصص اللي بجسر بين العلميه والعمليه، يعني نحن بنعلمهم علم بالجامعه بس نعمل هيدا البون بين الاندستريز مع المخابز حتى اذا هن عايزين منه ريسيرش او ريسيرش اند ديفلوبمنت نقدر نقدم له اياه. نحن بالمقابل اذا عايزين استاجات او نفتح فرص عمل لتلاميذنا نقدر بنفس الوقت نعمله. سو مشان هيك نحن استقدمنا كمان عطونا كثير نصايح هن الاخصائيين انه كيف بيحسنوا بالخبز تاعهم، شو فيهم يعملوا اتسترا. وكمان كان بدي اقول شغله انه هن الجروبات كانوا 24 طالب. نعم. كانوا ست جروبات، يعني اميره ورنا بيمثلوا فريقهم اللي هو مؤلف من اربع اشخاص كل فريق. سو هن عدد كبير كلهم اشتغلوا مع بعض كرمال يكون عندهم كانوا سته تيم. في كان عندنا خبز على الجوز والبندق، عندنا خبز
طومات سيش مع زعتر سماء، عنا خبز مع السيتروي انتو عملتوه، بعد في خبز ذكروني الفليفله الحمراء سو كلهم كانوا كثير طيبين ويعني بدنا نقدر لهم تعبهم كمان للجروبات. صحيح، الحلقه عم نشوف صور حتى نتشارك بالبرايزز يلي هيك توزعت على الطلاب هيك they're very proud. بعرف اكيد هي رمزيه يعني بس قد ايه هن بيكونوا فخورين. ميرا قد ايه كنتوا عن جد يعني مع انه يمكن سان ديتاي وايفنت يمكن على صعيد الجامعه بس قد ايه انتم بينكم وبين حالكم انه ايه وي ميد ات انه عاملين شيء؟ اكيد كثير كثير انبسطنا يعني ما توقعنا انه احنا نربح. نحن كنا شاغلين كثير بس انه كلنا كنا مشتغلين كثير وتعبانين عليه واكيد كثير انبسطنا بس ربحنا. هات لنشوف اذا انا رح انبسط لما ادوق هالخبزات. انا عم ادوق لكان البان تبع الويننج خليني اقول باو زرب. هو شو السبيسيفيسيتي تبعه؟ شو اول شيء هذا البان مصنوع من ثلاث انواع طحين كثير طيبه اللي هو هذا ريحه الاعشاب. هن طحين ابيض، طحين كامل حبه كامله، وطحين السرازا مع كذا نوع اعشاب اللي هن حبق اوريجانو زعتر والبقدونس وكمان زايدين له كمان حليب زيرو فات مع خميره طبيعيه. وفي عنا البذور هولي بذر الكتان وبذر الشيا يعني سوبر هيلثي وفي كل المكونات حتى الاروما طيبه كمان. رنا شو يعني هيك اللي ميز الخبز تبعكم انتم؟ نحن اول شيء مستعملين نوعين طحين كمان طحين ابيض وطحين قمحه كامله وحاطين بقلبه لقطين مسلوق وطحنينه مع زعتر اخضر وبقدونس وبزر الكتان والشيا وخميره طبيعيه كمان. اكسلنت. يعني لما قدام هالطلاب يلي نقلتوا لهم البارتي اكاديميك خليني اقول وشفتوهم عم يشتغلوا كان في هيك مفاجاه يعني حسيت انه اوف ذير كرييتيف يعني قدروا يوصفوا المعلومات يلي اخذوها وحطوها وهن كمان زادوا من النوليدج والريسيرش تبعهم. اكيد نحن فخورين فيهم لانه عن جد هن ذي ار فيري كرييتيف وليطلعوا هيك طعمات حتى الاخصائيين اللي اجوا وداقوا تفاجئوا فيهم انه كيف عندهم هالكرييتيفيتي. كان في تيم ورك كثير قوي لانه مش هينه للتلميذ مثل ما قلت سنه ثانيه يطلع قدام 100 شخص ويعمل برزنتيشن يكون محضر قبل بوقت. يعني كانوا مقسمين ادوارهم كل حدا شيء لانه نحن مثل ما شفت بالصور كان في كمان ستاند برا للخبز كرمال كل طلاب الجامعه والاخصائيين يرجعوا يدقوهم ويحكوا معهم ويعطوهم نصائح. صحيح يكون في فيدباك يكون في هالانتر اكشن الحلوه يلي شفناها. ميرا اخذتوا شيء اوفرز قدرتوا تبيعوا فكره الخبز تبعكم؟ ايه اخذنا فاوتشرز من السبونسرز تبعولنا واهم شيء انه اخذنا تقدير من الجامعه. يعني نحن كنا قاطعين عن جد بفتره ستريس وامتحانات ومثل ما قالت رنا يعني نحن عن جد انه ما كنا حاسين حالنا قدنا قدها كان تشالنج كثير كبير بس ايه قدرونا كثير الجامعه والسبونسرز وقدموا لنا احو هذا التروفي وكثير كذا فاوتشرز يعني دعم دعم نفسي نمبر 1 اون اول ليفلز. خليني اقول رنا لما التقيتوا بهالاشخاص اللي هن اوريدي بسوق العمل يلي هن جوروز بمجالهم يعني بيعرفوا هالقد شو الناس بتحب وشو الناس بتطلب وبيعرفوا كل التفاصيل تبع الماركت قد ايه هيك حاولتوا تستفيدوا للماكسيموم لتاخذوا منهم من خبرتهم تجمعوا بين الشيء الاكاديمي اللي اخذينه بالجامعه وبين انتم شو كمان قدرتوا تحصلوا منهم من وراء الاكسبيرينس تبعهم؟ نحن وقت كان في ستاند مثل ما كانت عم تقول مدام ميرا كانوا عم يجوا البروفيسيونيل عم بيدوقوا عم يحكوا معنا عطونا دي رمارك كثير مهمين عن التكستور عن الطعمه عن كيف نحسن بالخبز شو ممكن نستعمل اشياء ثانيه فهذا الشيء كثير فادنا. يعني في اشياء انه ما كنا بنعرفها كمان حكيوا لنا عنها فاستفدنا كثير. بيرفكت، يعطيكم الف عافيه، شكرا لانه هالقد عم بتكونوا انتراكتيف بكل تعاطي مع الطلاب وهيدي النيو تكنولوجي نيو جنريشن وهيدي نظره جديده للتعاطي مع الطالب كمان وهذا دائما معودين عليه ان كان باليو جي او حتى معكم بقسم النيوتريشن. ميرا عمار عتاني شكرا لوجودك معنا. تحيه لكل يعني الاكاديميين لكل الايرارشيه اللي ذكرتيهم من رؤساء اقسام لطلاب ودكتورز شاركوا كمان بهيدا المشروع. ان شاء الله كمان بدنا هدفنا انه نعملها هي اول سنه لانه بنعملها للشامبيونات جوبان سو كانت تجربه ناجحه بالنسبه لنا بالجامعه عم نفكر انه السنه الجايه ان شاء الله بركي بنعمله بين الجامعات كرمال بيكون جهي كمان اكبر وهيك مش بس بنكون عم نخدم تلاميذنا بنكون عم نعمل ساعه
تساعد كل الجامعات مع بعضها كرمال تقدم شامبيونات دو بان واحد لكل الطلاب تبع كذا ديبارتمنت بكذا جامعه. وشامبيونات دو بان يلي سوبر طيب على فكره صحتين. بس كنا ناقصنا هيك شويه جبنه لبنه مره ثانيه ان شاء الله. ثانك يو لك ميرا عمار عتاني متخصصه بعلوم الغذاء واستاذه جامعيه. ميرا ادعيس جود لك للسنه الدراسيه كلها وان شاء الله دائما نمبر 1 ورنا كمان جود لك لك نمبر 2 از نمبر 1 كمان ما لها فرق بيناتنا سو جود لك لك كمان اهلا وسهلا فيكم بتمنى لكم نهار حلو يا هلا مشاهدينا نحن وياكم بنتابع صبحيتنا بريك صغير بيفصلنا عن متابعه صبحيتنا بالمطبخ عندنا نو زابينج تابعونا تابعين معكم مشاهدينا وهلا وصلنا لفقره كثير منكم ناطريننا اكيد لانه بموسم الاعياد الشيف نادين محضرت لنا اشهى الاطباق. صباح الخير شيف نادين. هاي كيفك؟ منيحه. انا شايفه قصص كثير حلوه قدامي وكثير طيبه، شو عم نحضر اليوم؟ مزبوط اليوم بما انه قلنا عم نحضر هيك كم طبق يكونوا شوي سبيسيال كرمال سهره الكريسماس او الكريسماس ايف او حتى الغداء، فاليوم رح نعمل سمكه حره بطلب من كثير اشخاص لانه هيدا الطبق كثير بينطلب. فاليوم حتى نكون عم نمرق الصلصتين لانه في الصلصه اللي بطحينه وفي الصلصه اللي بالخضره، فرح اعملهم اثنيناتهم. وحده منهم رح نعمل برزنتاسيون تبعولا بالسمكه اللي اوريدي نحن شايلين منها الحسك اكيد من بعد ما تكون انشويت، والثانيه رح كون عم حضر السمكه انا قدام المشاهدين حتى يشوفوا كيف عمليه الشوي بتكون وشو بنحط بقلب السمكه وكل هالتفاصيل. حلو. ورح نقدمها سمكه مثل ما هي وصلصه الخضره رح بتكون حاده. اوكي اوكي يلا. فاذا اول شيء نحن لشو بحاجه هو الاساس بالسمك اولا حتى نتفق على شغله انه سمك حيكون سمك مشوي. اوكي والسمكه طبعا يفضل انه نستعمل سمك اللقص بس كمان اذا ما بدنا كوانتيتي كثير كبيره ممكن استبداله بغير انواع من الاسماك بس اكيد بدها تكون سمكه فيها فيليه يعني فيها كميه لحم اذا بدك. بدنا نحتفظ بالراس والذنب تبع السمكه من بعد الشوي اكيد كرمال الزينه. صح اوكي وطبعا السمكه بدنا نتخلص من كل الحسك اللي موجود بقلبها وفينا كمان نستعين بشوي بالفيليه يعني اذا حسينا انه السمكه ما اديت والكوانتيتي تبع السمك قليله ساعتها بنقدر نستعين بالفيليه ونعوض هيك مزبوط بنعوض الكوانتيتي. كمان نحن بحاجه اكيد للخس للزينه للحامض بالنسبه نحن الجارنيتور نحن بحاجه لها نحن بحاجه للجزر والبصل وورق الغار وكمان ضلوع البقدونس والحامض كرمال كرمال السمكه لما بدها تنشوى حتى تاخذ هي المواد القطريه اللي بنحطه مع السمك لما بده ينشوى بتعطيها طعمتها كمان. مزبوط أوكي. اوكي كمان هلا رح بلش بالصلصه رح امشي فيها للصلصه شوي شوي لانه هي الصلصه الاساس. اولا نحن بحاجه للبصل المفروم الناعم اكيد بده يتقلى بزيت الزيتون او بالزيت النباتي بنضيف له الثوم فليفله خضراء الفليفله الحاره وانا جبت فليفله حاره حمراء اليوم قلت انا هيك بس حتى اخذ اللون الاحمر بقلب الصلصه لانه كله مبدئيا اخضر يعني الفليفله خضراء والكزبره كمان حتكون خضراء فمشان هيك استعانت بالفليفله الحمراء. الكزبره اكيد مفرومه ناعمه هولي كلهم بدون يتقلوا على النار بزيت الزيتون او بالزيت النباتي. نرجع منحضر طراطور على جنب يعني منرخي الطحينه بالمي بس ترخي منضيف لها الحامض ومنضيف لها الملح بس الخضره تبلش تدبل على النار منضيف لها طراطور ومنتركها على نار خفيفه حتى الطراطور ترجع تشوفيه بلش يشد وبلش يتكثف ويصير صلصه. هيدي على الطريقه الطرابلسيه. هلا على الطريقه البيروتيه نفس البرنسيب نمشي فيهم ستيب باي ستيب يعني الاليه هي زيتها بصل كمان توم فليفله حلوه فليفله حاره الكزبره بس بدل اضافه الطراطور هون بنضيف صلصه البندوره او بندوره مفرومه ناعمه حتى هيك بنكون عم نعمل نحن السمكه مقبيله خضره مش مقبيله طراطور. اوكي اوكي بيرفكت. اكيد بالبندوره والخضره حتكون هلسي اكثر مما تكون معموله بالطراطور بس اثنيناتهم طيبين بنجربهم طبعا على وجه السمك نحن بحاجه للقلوبات للوز للصنوبر فينا كمان نضيف الكاجو يعني هول كلهم الجارنيتور على وجه للسمكه ومطيبات. وملح وبهار ابيض وخلصت الخبريه كثير منيح. اوكي فاذا خلينا نبلش بعمليه التقليه. اوكي يعني ما رح نزعل اليوم لا الاهالي الشمال ولا البيروتيين ابدا. اوكي بعد في شي نوع ما بنعرفه هلا في كثير صلصات نحن حضرنا كذا مره كذا طبق بس السمكه الحاره معروفه بهول الصلصتين الاساسيه. هلا فيك تعمليها كمان مع كزبره وتوم وحامض بس انه منا هالصوص ايه يمكن ما بيبقى طبق فاخر لنقدمه كبلا
رئيسي للأعياد. مزبوط. أوكي. رح مشي الطنجرتين مع بعضهم أنا. تربيان هيك لنربح وقت. قد ايه بدها تقريبا شيف نادين هيدي الطبخة؟ هلا بالنسبة للسمكة، هو مجرد ما تكون سمكتك جاهزة ومشوية، يعني هي بقلب الفرن بدها بين 20 و 25 دقيقة، بس هون حسب قديش كبر السمكة. أوكي. يعني هيدا الشيء كثير بيأثر. صح. مجرد ما سمكتك جاهزة رح بتشوفي انه الصلصة ما بدها أكثر من 12 دقيقة ماكسيموم، هيك بتكون كثفت وخلصت. أوكي. هلا شايفين كمية البصل كبيرة، بس لأنه البصل والكزبرة يوم دوبل كمان الطبخة. البصل والكزبرة هن الأساس، يعني هن اللي بيطيبوا الطبق. معلي بقى تطلع ريحتك شوية، مش مشكلة. شوية قلي، بس لأنه في بصل بالدق. صح. هلا بس بلش تدبل البصلة، بنضيف لها الثوم والفليفلة، الفليفلة الحارة. هلا بالنسبة للحر، الأشخاص اللي ما بحبوا الحر بيقدروا ما يحطوا حر بقلبه، لأنه هي سمكة حارة بالنهاية. صح. بخففوا كوانتيتي الحر بقلبه، أو بيقدروا يستعينوا بالتشيلي باودر على وجهه، يعني إن كيس بدنا نعملها نحن بلا حر بتنعمل، بس بتكون للي بيحبوا الحر بتحط تشيلي باودر شوي على وجهه، بتزينيها بشوية عرفتي شوية بهارات حارة حتى تكوني عم تاخذي الجو تبع الحر. صح. بس أنا برجع وبقول إنه الأساس الفليفلة الحارة اللي موجودة بقلبه، تكون موجودة وما ننسيها. مظبوط. يعني هي الجوهر تبع هذه الطبخة. صحيح. ثوم كمان، كمية الثوم بدها تكون حرزانة. يعني نكتر ولا نقلل؟ مزبوط. صح؟ مزبوط. بهيك طبخة، بهيك طبخات مزبوط لازم تكون حرزانة، هي الآلية الأساس. هلا بدي أطلب منك أنه أنت تحركي حتى أنا بلش رخي التراتور، لخفف لك النار حتى ما يحترق. Thank you. أوكي، بدنا المي، هيدا المي رح حرك على الجبهتين. ايه اوكي. الاطيب مزبوط هيك للملعقة. اوكي. ايه. انا منخاف من النار نحن، لا هيدا معودين. اوكي. اوكي. دايما على الدوائر، لانه على الدوائر النار بتلقط. ليك مثلا هون البصلة بلشوا يحترقوا. مزبوط. اوكي. رح ضيف الفليفلة، انا تحت تكبلك شوية مي. بدنا نكون سريعين منيح. ايه هلا نحن عم نطبخ هون على نار قوية. صح. بالبيت اكيد فيكي تشتغلي على نار خفيفة، على مرة على مرة إيفا بتصير تحسي على حالك أنه أنت صرت متمكنة أكثر. مزبوط. يعني أول مرة بتكون صعبة، بعدين بتصير الخبرية أهين. ما بدنا نخاف من الطبخة، يعني نعملها بقلب قوي لحتى فعلا نعطيها الوقت والمقادير اللي لازمة. هلأ عم نضيف الطحينة، المي على الطحينة. أوكي. أكيد عم رخيها. هلا فينا نضيف الحامض على الطحينة، بس المشكل وين؟ انه اذا ضفت الحامض بالاول بتجبل الطحينة معنا. اوكي. وما بترجع بترخي الا لما تضيفي لها ترجعي المي. اوكي. يعني هولي نصايح لكل ستات البيوت اللي عم تحضر هلا معنا، لكل الصبايا خاصة، لكل الصبايا المتجوزين جديد. مزبوط. او اللي بدهم يتجوزوا، او ايه ما في حجاج انه ما بنعرف نطبخ. صح. ما في حجج. على كل حال يعني اللي ما قدر يشوفنا على اللايف في يرجع يشوفنا اكيد على الفيسبوك، ويتابعك شيف نادين على صفحتك. مزبوط. وعلى صفحتنا ايضا احلى صباح. صحيح. انا عم بعمل شير لكل الحلقات. صح. ويشوفونا ايضا على اليوتيوب، فيهم يشوفوا الحلقه كامله ويتابعونا. صحيح. لحظه بلحظه وضيف. أوكي. بضيف. شو الوضع عندك؟ انا كثير منيح بتخيل. هلا بتنطيهم بس لحتى يبلشوا يدبلوا. لا ما بدنا نشوف. صح. يعني الوانهم مثل العلم اللبناني، عفاكي اخضر واحمر وابيض. صح. واجواء الميلاد كمان. مزبوط. حلو. عشان هيك نقيت الفليفله الحمراء، قلت انا هيك كمان بتعطي بتلون. صحيح. هو حلو الطبخه يكون فيها الوان. يأ. بتشهيك اكثر. مثل ما قلتي مره شيف، ما بنسى انه دائما الالوان بيعطوك هيك نظرة مثل لوحة، فبتصير تحبي أكثر إنك تذوق الأكلة وتاكلي. مزبوط. هيدا بالماركتينج، بالهوسبيتاليتي ماركتينج بندرسها نحن للتلاميذ، إنه الشخص أول شيء بياكل بعينيه. يعني مزبوط. ما هلا أنا عم باكل. يعني يا بتشتهي تطلبي الطبق. صح. أو تحطي منه، أو يعني جعنا قبل ترمي الغداء. ما هو معودين نحن الغداء عنا على 10 11. يعني صبحيتنا هي ترويقة، بس غدا برانش إذا بدي برانش عفيك، بس على سمكة حرة مش برانش. يا فإذا أنا رخيت الطحينة هلأ
هلا بضيف لها الحامض والملح. بيكون عندك بلشت تدبل الخضره، رح تضيف الكزبره. تري بيان، بكون انا هون عم بستفيد. يا يا باخذ ملعقه عنك تحركهم حركه حركه بروفيشنال. بدك هون ابرمة او خلص؟ يلا بدي اضيف الحامض عندك. اوكي بدك تضيفه؟ يلا انا بضيفه بس اشوف النار هون. هلا تحمسنا على المساعده. يلا حركه تريبيا. كل الكميه؟ لا مش كل الكميه، اكيد كميه ثانيه للصوص الثاني. ايه بس فيك اذا البندوره ما حامضه فيك تستعيني بشويه. أوكي. حامض شفتي بس تحطي الحامض تحسيهم انه رجعوا شدوا شوي. مزبوط. ساعتها بترجعي بترخيهم بشويه مي. اوكي 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 يا طبعا بدنا نضيف عندك الملح والبهار الابيض. اوكي وهون صار فيي اضيف البندوره. مع الزوم تبعهم؟ اكيد مع الزوم تبعهم. بس حطيتيهم بمطرح واحد لانه هيدي الصوص الترابلسية. لا هيدي البيروتية. بيروتية مع لكينا البندورة. مزبوط. هلا هون بس خليني اقول شغلة ايفا، انه البندورة انا عملتها بلانشير، يعني سقطتها بالمية المغلية حتى قشرت. اوكي. ورجعت ضفتها على الصلصة. اوكي. اوكي رح ملح وبهر وبتركها على نار خفيفة. سوري. فينا نضيف لها كمان اذا بدنا شوية رب البندورة. اذا بدنا اياها تطلع لونها غامق شوي اكثر. وهيدا بهار ابيض. يلا مزبوط رجعت شدت. والملح عندك؟ هيدا ملح. هلا ما بنرخيها كثير لسبب معين، انه اذا بدك تعملي فيها بتطلع صايطه كمان. 100% ملح ورشه بهار ابيض. ايه مش حلو الصوص تكون كثير رخوه. مزبوط. يلا اعطيني الطحينه التراتور. بتطلع وين؟ حلو. يا هلا نتركها على نار خفيفه. أوكي. لحتى تبلش تشد. بنحركها؟ اكيد. يا شو الوضع عندك؟ ريحه كثير طيبه هون. مثل ما شايفه ايفا ليك البندوره بتبلش تكب بين الصوص، بتبلش تكب ما... ايه كليا غير سيستم. طيب اللي بيعمل الاثنين وبيحطهم مع بعضهم احسن واحسن. أحسن. لا شو مع بعضهم قلب بعضهم؟ يعني قد ما هي وهي. ايه صح. اكيد احسن واحسن. ساعتها اللي بتحب بيحبها بطحينه بياكلها بطحينه، واللي بحبها بالخضره. اوكي هيك بنترك شوي هيك لكل شخص. مزبوط. اللي عندها ذوق مختلف بحب. صح اختلاف. هلا انا رح اترك صلصة البندورة على نار خفيفة وبهالوقت بس خليني على السريع قول لهم شو عملت بالسمكة. يلا اوكي. فإذا أول شيء نحن لشو بحاجة؟ نحن بحاجة للحامض. الحامض الترانشيت بدهم ينحطوا تحت السمكة وبقلب السمكة. الحامض كتير أساسي بشوي السمك. اوكي وطبعا ورقه الومنيوم حتى نحمي السمكه ونستفيد من زوماتها حتى تستوي السمكه. مزبوط اكيد. ما حدا الا ما بيطلب شقف او ترانش سيترون مع السمكه. ايه وخاصه هي من المطيبات. هلا ضلوع البقدونس كمان نفس الموضوع، بنحط شوي بقلبها شوي تحتها كمان حتى زومات السمكه كمان البقدونس بيساعدها. وورق الغار تحتها وبقلبها شويه زيت الزيتون. ليك انا حملت الحامض شويه زيت زيتون. شويه زيت زيتون عليها. قد ايه صحي زيت الزيتون بكل الطبخات كمان؟ مزبوط. وفينا كمان اذا مش زيت زيتون فينا نحط شويه زيت نباتي. اوكي رشه بهار ابيض. انا عم بحرك على الميلتين. ماشي الحال عندك؟ بلشت تشد؟ صح حسيت انه عم بتقسى شوي. مزبوط. نحن بدنا ننطر شوي صغيره حتى تشد. لكن بهار ابيض
ورشة ملح. وكمان فينا نحط شقفة جزر، حطيت السكينة أنا هون. منحط شقفة جزر صغيرة بقلبها وعلى جوانبها. مالي أنا عم اشتغل شوي على السريع، مهم نعطي الفكرة أكيد للمشاهدين حتى يلحقوكي. فإذا رح أرجع عيد، ورق غار، ضلوع بقدونس، حامض، ملح، بهار أبيض، شوية زيت الزيتون، خلي السكينة عايزينه. هلا بالنسبة لتسكير ورق الألومنيوم بدنا ننتبه لشغلة تتسكر على الدواير ومنتركها شوي منفسة من فوق بهالشكل هيدا حتى ما يتأكسد الحامض مع ورق الألومنيوم بفعل الحرارة. اوكي ساعتها شو بيصير اذا تسمم؟ اوكي بكل بساطة. اوكي فما بدنا يصير في عندنا تسمم، هيدا الشيء ما بدنا اياه. اوكي لحتى انا شوي على رق اقوى هون شديت. اوكي هونيك خلص. تري بيان، ما بقى احرك لك انا. مزبوط. هلا بننطر حتى تشد. حلو حتى نقدر نعمل برزنتاسيون. بس ايفا ضلك حاكي بليز حتى حط السمكه انا بالفرن. وهي على كل حال يعني اكله صحيه تعتبر. اكيد لانه السمك مشوي. وفي شغله هون، في كثير اشخاص بيسالونا اذا بدهم يسخنوها. اوكي اوكي من بعد ما يكونوا هي من المقبلات أكلوها. من المقبلات البارده. نو يعني هي نحن عاده لما نسكبها بقلب الجات تنحط على الطاوله بارده، يعني مانك مضطره ابدا انك تسخنيها. أوكي. اوكي فهي من المقبلات البارده، ما ننقص، مش مضطرين ابدا انها تتسخن. اوكي اوكي هلا عم ننطر اكيد الصلصه، يعني بعد ما رح بلش كم دقيقه هيك بتعرفي رح بلش اعمل البرزنتاسيون انا بصلصه البندوره بما انه صار لازم ضلني حرك. ضلك حركه اكيد. اوكي بلشوا يفقفقوا شوي. ما هو هيك بس يبلشوا هيك، يعني بلش التراتور يشد. اوكي رح زيح ولا على جنب. كل حال طلعت الريحه، ريحه الصوص. نستعين طبعا بالخس مثل العاده حتى نزين الجات. جات على فكرة أنا اليوم استعملته جات سمكة، يعني سمكة شكل سمكة. أوكي الرأس والدنب نفس الشيء، فمنحط الرأس على شكله للجات والدنب كمان محل الدنب. تريجولي. أوكي بدي أخذ من عندك شوية صلصة مع أنه شوي بعدها رخوة. اسمعلي لنعطي فكرة شوي للمشاهدين. أوكي خليني أعملها بالبندورة حتى ما يصير في بما أنه خلصت ما يصير في ميكساج. اوكي فبنحط شويه صلصه بكعب الجات. فينا بدل صلصه البندوره نكون عم نحط تراتور. اوكي يعني هيدا صار شيء اوبشنال. شامي ريحه الكزبره والثوم، مش هيك قلت لك بدنا نكتر البصل والثوم والكزبره هن اساس بقلبها. صح. هلا السمك مثل ما قلت لك اذا بدنا نحكي كبريزنتاسيون كاهين للشخص بعمليه السكب يفضل انه نحن نشيل الحسك، يعني ما تكون السمكه حاطينها مثل ما هي. اوكي قرت فرحت السمك هيك بالسكب، بتحطي ملعقه وخلصت الخبريه. كل شخص بيشيل السمكات مع الصوص تبعولته هيك، ما بقى الواحد بيصير يعطى الهم يسكب وطلع له او ما طلع له، لانه في كثير عالم ما بتطلع. لا وحتى بصيروا خايفين انه يحسكوا، يعني عرفتي وعمليه انك تشيل السمك، يعني ثلاث ارباع العالم ما بتاكل سمك خايفه بس من انهم ياكلوا الحسك بقلبهم. يعني لانه اذا خلصنا من الاكسده بنعلق بال بالحسك. صح يعني مزبوط. اهم شيء انه الواحد ينتبه وعم بياكل، حتى لو طلع له او عارف انه ما فيها حسك يتاكد. صحيح. ياكل على مهله، لانه احنا بغنى عن انه نختنق. صحيح. عم نطبخ لحتى ننبسط بالاكله وبالطعم. يا رح اكتفي بهيدي الكوانتيتي، الباقيين اكيد السمكه اللي بالفرن رح نعملهم بالتراتور. اوكي يعني بعد ما انا يلا خلصت انا شوية وقت بس بدي احط بعد هاللوحة الفنية اللي عم بتقلبيها لقلوبات بالوجه على الوجه مش بالوجه. قبل بمرة كنا حضرناها كمان بطحينة. اوكي اوكي فكمان فيهم يشوفوا صورتها، او انا هلا برجع بنزل لهم كمان صورتها على البيج تبعولي. صح. كيف البرزنتاسيون معموله بصلصه الطحينه. صحيح. وفيهم كمان اذا الجات كبير عندهم فيهم يقسموا الجات اثنين. اوكي نصه طحينه ونصه صلصه الخضار. اوكي اوكي يعني بكونوا قدموا لدشوه بجات واحد. تري بيان.
اوكي شو حلو. يلا بعد في عندي بس التزيين. اوكي انا بعدني عم ببرم ماني عم حالي. ايه شفتي كيف في شفت تركيا حتى تشرب من مية الصلصة شو بتاخذي نتيجة احسن. اوكي عم اهلك ما تقصي. لا لا ما تقصي ترانشيت رفيعة أحلى بتعطي ترانشيت رفيعة لأنه نعمل. هلأ بتشوفي شو رح نعمل. أوكي لما نحجي كمان تلف. إيه تحت تلف معي. أوكي لأنه إذا كانت سميكة تبطل تلف ترانش الحامض معي. حلو يعني كل الألوان هلأ صارت بالطبخة. يلا هيك إكزوتيك لبلا. هيدا ترانش حامض وهيدا ترانش حامض. هلأ بيخد الجزر بعمل وردتين. حلو تعلم الديكور مع الشيف نادين كمان يعني كل شيء عم تعلم. تاخد ايدك تاخد ايدك دغري يعني بتشوفي انه كله بده براتيك. بس براتيك بس بدك شوية براتيك وخلص وبيمشي الحال لانه بدنا نعمل ماركتينج للطبق هلا بالنسبة للوز انا عادة لما اقدم الطبق بفضل انه ينعمل بشكل حسك. اوكي اوكي هلا نحن بما انه ما معنا كثير وقت عم تقولي لي ما بقى معنا كثير وقت فرح احط القلوبات نيمبورت كومون مش مشكله يعني هي على كل إيه؟ حال الزينه العشوائيه إيه؟ كمان زينه هلا بيشوفوها للصوره كيف مفروض تنعمل يعني بتحطي اللوزه حد الثانيه حتى يطلعوا بشكل كانه مقطع الحسكه مزبوط صح. كانه هيدي هي حسكه السمكه كانه ضلوع السمك مزبوط ولا شو صار عندك شدو؟ لكن نحن اكيد عم نكفي شدو منيح. هلا صنوبر يعطيك الف عافيه. ثانك يو لك ايفا وميرسي كثير والف صحه لكل بدك تبعديني انا تحضري هيدا الطبق على كريسماس؟ بعد ببعث لك صور كمان لكن هيك بنكون عم نقدم طبق مشاهدينا لكل يلي تابعونا مع شيف نادين قسيس. هيدي هي السمكه الحره يلي فيكم تقدموها بزمن الاعياد. اكيد رح نروح بريك قصير ونرجع منتابع وانا رح كفي. هيك بنكون وصلنا مشاهدينا نحن وياكم لختام لقائنا الصباحي لليوم الجمعة. أكيد بدي أتمنى للكل ويكند ممتع. هيك كل الأشخاص اللي عم بحضروا كمان لعيد الميلاد انتبهوا منيح على طرقات. انتبهوا كمان أنتوا عم بتسوقوا ما تقوموا بأمور يمكن تأثر سلبا عليكم أو على غيركم خاصة بقانون السر التزموا فيه. بدي أذكر كمان أنه مش مهم كل الأمور يلي تعملوها على هذه الأرض ولكن الأكبر والأهم هو العطر يلي بتتركوه من خلال أفعالكم واللي بتذكروا غيركم من وراكم. على أمل نرجع نطلع عليكم إذا الله راد الأسبوع القادم بحلقة جديدة. مضوا أوقات دافية مع كل أحبابكم. إلى اللقاء.